نقلت بزاف ديال الصحافة سولوني واش غتكوني ان شاء الله حاضرة نهار الحد. قلت لهم بإذن الله غنكون حاضرة، وانا اليوم حاضرة ونتشرف وفرحانة لانني تصوروا معايا ياسين وسهام، ونفرح انني فرحوا قلبي واو رقيصة نور رجعت. بالعكس هذا شرف ليا ونفرح، لانه احنا كنا بحال اللي عنده اللي ما عندوش، كنا ولا 9 شهور وكنا مغاربة، وكنا اللي قدر يدير شي حاجة يديرها باش ما ساهمتي. بالنسبة ليا سي لو جيست كي كونت، نرقص او نغني او نحضر او نمثل او نتفلى او نتسطى ونضحك ونقشب مع الناس. انا المهم نجيد، هذا بالنسبة ليا هو الاهم. وكنقول للناس، كنقول للناس كاملين اللي قدر يجي ما يبخلش في اي مناسبة، ما غاداش نعلن عليهم لانه ما بغيتش يخرج عاوتاني كثير السؤالات شنو هو الكادو وشنو هو. نديرها بيني وبينهم، خديت التليفون تاعهم وغادا نتصل بهم بيني وبينهم، وغادي نصيفط اللي قسم الله ونقدم هديتي اللي قديت عليها. ومهم سي لو جيست كي كونت، بلا ما نبقى نعلن، لان ما بغيتش نبقى نقول كيف تيقولوا نكري دي طونسيون بين هذا وهذا، ولا كل شيء بحال بحال، واللي تعطات راه لله في سبيل الله وهادشي ليك. لانه داروني الناس مشات لبيروت وما عطات والو، ما دارش لي كادو اللي قالت، وما عاودش رجعات، وما عمرها ما غتشوفهم. وجاوني بزاف ديال هادوك الناس يقول لك مشيتي لبنان وخليتيهم. انا مشيت لبنان كنت كنصور شي مفاجاه ان شاء الله غتشوفوها جديده باذن الله في بيروت، وكي وصلت لغد ليه بيان سور اتصلت بهم وتليفونهم عندي من نهار العرس، واتصلت بهم ودرت الحضور ديالي ومشيت ودرت لي قسم الله وفرحت معاهم. والله يفرحني ويفرح الجميع كاملين. انا بالنسبه ليا دائما نور كتقول ارحم ترحم، كل وكل، وانا معروفه عليا باش شي حاجه جديده يلا غنقول بسم الله. راه كنعطيو راه بعض المرات كاين دي كوبل ولا كاين شي اوكازيون اللي ما فيهم لا كاميرا لا صحافه. بحس صراحه منو من هادشي ديال باش كنعلنوا عليهم، يا ريت ما نعلنش، ولكن كنكون مضطره. كيف نتوما دابا سولتوني شنو هو الكادو، شنو هو، راه من قبيله ما كيسولوني. صافي داكشي ان شاء الله بيني وبينهم ونعطيهم اللي قسم الله. وهادشي اللي كاين حضوري الحمد لله دائما ملفت ودائما محبب، والناس يقولوا لي شوف على لا نور ما شاء الله عليك، فيك واحد النور كيلمح عليك كيسطع عليك في وجهك وفي اطلالاتك، وليتي مدرسه في الاناقه والشياكه واللبس. بالعكس كنضربوا بك المثل، المرأة المغربية كتقول لهم تبارك الله كنحبوا هذيك السيدة شعبية ومريقلة وضحكوا في نفس الوقت قلع موخ والأناقة. هذاك الشيء هذا من فضل ربي، بالعكس اللي كيهمني هو أنه نحضر ونجي ونشارك باللي قديت عليه. وانتما كتشوفوني دائما يمكن كتشوفوني في ديلوك جداد، وهذا شرف ليا انهم كتقولوا لي واو اليوم ابهرتينا. مزيان انا ناخذ الحق ديالي باش غير دوك البرانيين يقولوا واو ابهرت، انا ابهرت.